اذا مشاهدينا مكملين واياكم باقي تفاصيل مشوارنا الصباحي وفقراتنا اكيد طبعا بكل حلقه يا همسه. نعم. يكون التحفيز الذاتي والايجابي في نعم. كل حلقه الى حصه، لهذا موضوعنا اليوم حيكون جدا مهم وشيق. سوء التفاهم واقع نعيشه يوميا يحدث في كل تفاصيله بحياتنا، فقد تجده داخل حياه الاسره، في مقر عملك، ينشا بين المتحابين او بين الزوجين او بين الاب وابنه او بين الام وابنتها، وقد تجده ماثلا حتى بين الدول والمجتمعات، بمعنى ان سوء التفاهم واقع لا مفر منه ولا مفر عنه اكيد. فكم من مشاكل كبيره هي نتاج عن سوء تفاهم صغير نما وكبر، وكم من علاقات وصداقات جميله انتهت بسبب سوء تفاهم بسيط. اذا مشاهدينا الكرام، موضوع حلقتنا لهذا اليوم مع الدكتور زياد الحسني مستشار تطوير ذاتي، راح نتكلم عن سوء التفاهم بين الاصدقاء او بين الاهل. يسعد صباحك نورتنا. حياك الله. صباح خير. يسعدكم الله. صباح خير. صباح خير مشاهدينا في قناه زاجروس. اهلا وسهلا. بدايه احنا مشاهدينا خلينا نتعرف على ما معنى سوء التفاهم. حلو، ممكن نرجع خطوه نتفاهم. ما معنى التفاهم؟ ما معنى التفاهم؟ حتى نلعب سوء التفاهم. تمام. حقيقة جدا مسألة جدا مهمة. التفاهم هي من حب اللغة العربية وفد شيء يسمونه على وزن تفاعل. نعم. تمام. فإذا أكو طرفين النقطة المهمة بالطرفين هي ماذا يجري في داخل العقل. عقل الإنسان عنده صفتين، شغلتين يسويها. نعم. أنا نسميه رسام جسام. تحية لكل واحد اسمه جسام. رسام معناته دور العقل مالتنا انه ياخذ معلومات من المحيط اللي حوالينا، من الاشخاص، من الاحداث كذا، ويرسم صوره معينه نسميها الصوره الذهنيه. وبعدين جسام انه يجسم هذه الصوره الذهنيه في افعاله. تمام. فاذا الرسام جسام. طيب نجي الان، العقل حتى يفهم يحتاج انه ياخذ معلومات، وعنده نقطه في العقل اكو شيء اسمه فلاتر. شلون فلاتر المي؟ نعم. اللي نفلتر بها المي. فالعقل عنده فلاتر، بمعنى انه الانسان يستلم معلومات، اكو فلاتر تفلتر المعلومات هذه، خلاصه الامر رح يوصل شيء الى داخل الذهن نسميه الصوره الذهنيه، فيقعد العقل يرسم هذه الصوره الذهنيه. احيانا تكون المعلومات اللي اخذناها من الواقع او من الاشخاص اللي حوالينا معلومات واضحه دقيقه مفهومه، والفلاتر تبعنا تسمح بمرور هذه المعلومات بشكل كامل. نعم. فترسم صوره صحيحه، فيصير تفاهم بين الطرفين. شخص زي تحدث بطريقه صحيحه. طيب. الفلاتر ما تعبرت المعلومه، صار اكو فهم صحيح عندي. طيب في حال ماكو فلاتر؟ بالضبط، هي دائما اكو فلاتر، لكن في حال الفلاتر بها عطل. نعم. تمام. يعني هنا نقطه انه عندنا صار اكو شغلتين، اما انه الشخص المقابل ما ينطيني المعلومات الصحيحه، يعني نعم. مثلا انا اليوم قد اكون منزعج، شريكي في العمل راح يشوفني منزعج. طيب. بس هو ما يعرف منزعج من عنده، منزعج من البيت، منزعج من ظرف معين. تمام. نعم. فتبقى اذا اني وضحت وحكيت بطريقه واضحه شنو نوع الانزعاج اللي عندي، شنو سببه، ممكن يفهمني. نعم. تمام. ايضا اذا هو الفلاتر اللي عنده اللي استلمت المعلومه قادره ان تفتهم كلامي ودي يقدر ودي يراعي، راح يفتهمني بصوره صحيحه. نعم. اذا انا ما وضحت او فلاتر ما اشتغلت بالشكل الصحيح، راح يصير عنده سوء تفاهم او سوء فهم تجاهي، وبالتالي راح ينعكس على سلوكياته وياي، فندخل في سوء التفاهم، سوء التفاعل، سوء التعامل مع بعض. نعم. طيب دكتور خلينا نتكلم الآن، ما هو المقصود بسوء التفاهم وما هي أنواعه؟ تمام. سوء التفاهم إذا بدنا نعرفه، إذا هو أنه ترسم في داخل أذهاننا صور ذهنية خاطئة. تمام. يعني موقف معين، شخص معين، شغلة معينة، أنا إذا ما رسمت في داخل عقلي صورة صحيحة فبالتالي حتكون الصورة خاطئة، ولح ينبني عليها كما قلنا رسام جسام، لح يجسمها أو يجسدها بشكل تصرفات خاطئة مع الشخص المقابل، فحينئذ يقع سوء التفاهم. هنا شنو السبب؟ السبب مثل ما قلنا، أما الفلاتر أو المعلومات، أما الشخص اللي قدامي ما يعرف يوصل معلومته، أو أني الفلاتر ما تبيه خطأ. شنو خطأ الفلاتر مثلا؟ مثلا عدم التركيز. نعم. يعني أني ما ركزت على كلام الشخص المقابل، شخص ده يشكيلي من مسألة معينة أو ده يعبر لي عن شعور معين. طيب. يا ترى هل أني الفلتر مالتي مركز وياه؟ دا أفتهمه، دا أستوعبه، دا أقدر كلامه. إذن مسألة التركيز. اثنين، أكو عندنا شيء اسمه القيم والمعتقدات بداخلنا. هل أنا أعتقد أنه عنده حق أنه يزعل؟ إذا كان المعتقد اللي بداخلي يقول له ما له حق يزعل مني، صح، فبالتالي أنا حغضب، حأعتبر أنه هذا الكلام اللي قاله سيء وهذا الكلام، فلحنقلب عليه. فإذا صار عندنا شغلتين أساسيات، تركيزنا ويا الشخص المقابل. نعم. واثنين، القيم والمعتقدات اللي نشيلها حول هذا الشخص او حول هذا الموضوع. اذا دكتور هاي كلها راح تؤدي الى انواع التفاهم. بالضبط او سوء التفاهم. سوء التفاهم. نعم. طيب هل هناك فرق بين سوء الفهم وسوء التفاهم؟ حلو. سوء الفهم
من آني ما مفتهم الموضوع. نعم. يعني مثل ما قلنا باللغة العربية فعل فهم على وزن فعل وتفاهم على وزن تفاعل. ففهم معناته أنا ما مفتهم موضوع معين وبالتالي أخطأ مع نفسي. نعم. إذا ما أفهم شغلة معينة أنا سأخطأ مع نفسي، هذا سوء فهم. لكن إذا كان الأمر متعلق بالآخرين تفاعل تفاهم، فبالتالي أنا إذا الإشكالية حتكون ممتدة للآخرين، فبالتالي حس عندنا طرف آخر بالمشكلة. نعم. فسوء الفهم مع نفسي، سوء التفاهم مع المقابل. طيب إحنا بيومنا الحالي بالعمل أو بالأسرة كيف نتفادى ونتجنب سوء الفهم أو التفاهم؟ أول خطوة فتح باب الحوار. باب الحوار. إحنا نقول إنه صورة ذهنية رسام جسام، تمام؟ نعم. فبالتالي إن إذا ما قدرت إنه أني أفتح باب الحوار حتى أرسم الصورة الذهنية الصحيحة عند الطرف المقابل، وهو أيضا ينفتح معي بالحوار حتى يرسم صورة صحيحة عندي، هذا أسسنا لسوء التفاهم. نعم. فالحوار رقم واحد. المشكلة بالحوار شنو؟ إنه إذا كانوا الطرفين قاعدين دا يتحاورون وما كن نية للسلام، جبناها قبل الكواليس على النية. إذا ما كان الطرفين عندهم نية للسلام فراح يصير الحوار عبارة عن مصيدة. ها شفت كذا؟ اذا هو ماكو نيه. فاذا اول شيء احنا دائما نقول للناس حتى تتحاورون حطوا نيه في الداخل، اعقدوا النيه ان انتم تريدون تتفاهمون، تريدون تتحاورون، تريدون تتناقشون، تريدون توضحون الصوره الذهنيه هذه. فليصير بحواراتنا غالبا انهم ربما اول كلمه كلمتين اول كذا خلاص انتهى، انت مو مال وحده يتفاهم وياك، انت كذا كذا، يخرب النقاش. نضطر شو نسوي؟ يعني احنا عندنا تجربه طويله حقا في عياده السعاده، انه نجيب ذول الاطراف اللي هم مختلفين نوفر لهم مكان امن. يعني مكان يقعدون، ما ماكو مفر، لانه ما يقدر يتركني يمشي عيب، يعني ما ترحم يعني جاي وكذا ودافع فلوس همين يعني فمهره. لا مفر. فنحبسهم بالغرفه، نسد عليهم الباب ليزعلوا مني احبتي اللي يحضرون. ونقول لهم يلا تناقشوا، تحاوروا، تفضلوا. تمام. واكون انا قاعد مثل صمام الامان، لما اشوف اشتعلت الاجواء ابردها، اشوف الاجواء بردت اسخنها. فدوري اللي حيكون واحد يطبخ طبخه حتى يساعد الطرفين يتحاورون في 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 حاضنه امنه. طيب سوء التفاهم مثل ما تعرف دكتور يكون بين الاصدقاء او بين الاهل او بين الزوجين، لكن خلينا نركز على نقطه جدا مهمه اللي هي بين الزوجين، اللي هم شلون نقدر او يقدر كل زوجين يتفادى هذا الموضوع. ممكن يحتاجون الى طرف ثالث، لكن هذا الطرف الثالث راح يكون اما ايجابي في افكاره وتصرفاته تجاه الزوجين اما سلبي. تمام. موضوع الزوجين بالضبط هي أكثر موضوع حساس، موضوع الزوجين، لأنه الحياة يومية، العلاقة يومية، وبعدين مو بس العلاقة يومية، أكو نقطة جدا خطرة إنه ما عندهم وقت للحوار. نعم. يعني مرات الزوجة أعمال المنزل، الزوج في خارج المنزل، الوضع الحياة كذا كذا، فيمكن أكثر ناس لازم يكون بيناتهم حوار وما بيناتهم حوار هو الزوج والزوجة. بالتالي إذا سوء التفاهم بيناتهم كان صعب راح يؤدي إلى الطلاق ويأثر سلبياً على الأسرة كاملة. يعني الأصدقاء عندهم مجال يتحاورون، يقعدون بالقهوة في مجال العمل عندهم، لكن في البيت ماكو مجال للحوار. فبالتالي لازم يحط الزوج والزوجة من تأسيس زواجهم يحطون موضوع النقاش والحوار واحدة من المفردات الأساسية في حياتهم. طيب دكتور أنت تكلمت عن العيادة اللي دائماً يحضروها اي زوجين، شلون تاثر عليهم ممكن؟ احنا شو نسوي بداية؟ احنا يعني خلينا نقول الخدمات نقدمها من منطقه الصفر. لا. اللي هي اول شيء انه يعني قبل ما يتزوجوا، مثل ما يوم احنا نسوي تحليل دم حتى نعرف الدم متناسب ولا لا. صح. نفس الشيء احنا اليوم ندعو الناس دائما انه تعالوا سووا فشيء اسمه نسميه اختبار التوافق الزوجي. هل هذه الزوجه انت حبيتها مناسبه لك؟ طبعا البعض يقول لك لا انا طبعا حبيتها بعد بحبه يا بابا. يعني ما ممكن اقول لا، انا مو قصدي حتى اقول لك هذه ما تناسبك عوفها ولا ما تناسبك، لا اقول لكم انتم الان بعد ما سوينا الاختبارات حوالي 4 أو 5 اختبارات نفسيه، نقول لهم شوفوا نقاط التفاهم مالتكم راح تكون كذا وكذا، والنقاط الحساسه في حياتكم كذا وكذا. فانطيهم نصائح انه انتم حتى تتجاوزون الصعوبات لازم تركزون في حياتكم على كذا وكذا وكذا. فصاعدهم وصفه كامله شنو النقاط المتفاهمين بها اوريدي بزواجهم، وشنو النقاط اللي لازم يدركوها وينتبهوا لها، وندعمهم احنا بها حتى يوصلون للأبر الأمان. طيب هنا العلاقة بين الزوجين لها علاقة بالطبقة الاجتماعية، سوء التفاهم والله يحدث نعم، لكن ايضا في شغله كلش حساسه، ليس الطبقه الاجتماعيه بمعنى الثقافه والكذا والفلوس، يعني ليس بالضروره اللي عنده فلوس اكثر من بيئه الزوجه تختلف بالضبط. عن بيئه البيئه الزوج. الثقافيه، البيئه القيميه اللي تربوا بها. نعم. يعني ممكن تكون الزوجه او الزوج نشا في بيئه جاهله، الام ما تعرف تقرا ولا تكتب، لكن صوت. تعرف شلون تحتوي الاولاد. نعم. تمام. يعني ما له علاقه بالدراسه، مرات تقول لك استاذ جامعي شو ما يخالف، اوكي هو هذا استاذ جامعي، يا ترى البيئه اللي نشا بها تحترم الحوار ولا لا؟ طيب. البيئة النشأ بها يحترم المرأة ولا ما يحترم المرأة؟ ماكو ناس تجي يقول سدي حلقك انت مرأة. نعم. تمام. إذا الفكرة هنا وليس له علاقة لا بالثقافة ولا بالفلوس. نعم. مرات تزيد الفلوس تقل القيمة، تقل قيمة التعامل بين الناس. فبالتالي البيئة النشأ بها نعم تأثر. نعم.
طيب هذا الصمت في سوء التفاهم يعني ممكن اليوم صعب انه انا اتفاهم ويا شخص، فاليوم لا. الصمت بالنسبه للشخص المقابل يعتبر الحل الامثل لهذا الموضوع؟ الصمت فن، الصمت فن، راح يعتبر الصمت فن. نعم تمام، يعني خلي يعني الصمت ليس سكوت، الصمت هو لغه. نعم ماشي، يعني البعض يعتقد انه الصمت يعني سكت يعني ما حكي لا احكي، لا لا، هو الصمت عباره عن فن. لكن من نقول فن لازم نعرف شلون نمارسه. طيب. تمام، بمعنى انه احيانا في اثناء الحوار من الفن انه انا اصمت في لحظات معينه. نعم. ومرات بتكون عالقه الدنيا ومشتعله الدنيا، من الصمت من الفن انه انا اصمت لفتره معينه، لكن هذا الصمت ينبغي لا يكون صمت استفزازي. نعم. ما في صمت تقدير وفي صمت استفزاز، يعني صمت انا من اصمت حتى اسمع المقابل، هذا صمت تقدير نسميه. طيب. انا دا اقدرك دا اعطيك مساحه تتحدث بها. طيب. واكو صمت استفزازي ويا شويه ايماءات، يعني ماكو حركات هيك شويه، يلا يحكي يعني هذا اللي يقول ليش 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 ساكت. فالفكره هنا انه احنا اذا مارسنا الصمت بشكل صحيح، عرفنا شو وقت نصمت شو وقت نتحدث، اكو مرات صمت ومعاد تمتمات اللي هي مثلا اللي اصوات يعني منها ما هو حلو منها ما حلو، اي نعم منها ما هو صمت لكن وياه يعني فهذه الاصوات اللي نطلقها جزء كامل من لغتنا، يعني ليست الفكره بس فقط اتحدث، وانما الصمت، الايماءات، النبرات، هاي النغمات اللي نطلعها باصوات بحنجرتنا، هذه كلها عباره عن ادوات للتفاهم او لسوء التفاهم. طيب دكتور، هناك العديد من العلاقات انتهت بسوء تفاهم بسيط، السبب كان سوء تفاهم بسيط وكان الصمت يسود بهذه العلاقة، فما الحل؟ إنه الصمت الخطر. تمام، إنه أكو صمت يؤدي إلى الدمار، يعني صمت عبارة عن خرس، أنا ما نسميه صمت، خلينا نسميه خرس. لو الزوج أخرس لو الزوجة خرس ما عبر العلاقة بسبب هذا بالضبط، فتوصل للنهاية ما كان استعمله كفن. تمام، فهنا الخطورة، الصمت أو الخرس، الخرس الزوجي اللي هو حقيقة نوع من الطلاق العاطفي، لما ماكو يعني عايشين مع بعض هم لكن ماكو عاطفة وبالتالي ماكو حوار، حتى نظرات ماكو. تمام، فهذه إشكالية كبيرة إنه هذا نسميه خرس حتى ما نسميه صمت. نعم. لأنه نهايته إنه بالأخير راح يصير سوء تفاهم كبير، مسافة كبيرة بين الزوجين، وبالتالي يقول لك يعني الطلاق فشيء عادي بالنسبة للنهاية. طيب. مالتهم. طيب دكتور، اليوم سوء التفاهم إيش قد يأثر على الشخص نفسه وذاته وأيضا على المجتمع؟ نعم، هذا يعني مسألة جدا مهمة. الإنسان اللي يعيش بسوء التفاهم يعني أكو حد معين، إنسان بطبيعة اجتماعي. نعم. يحب يكون يحب وينحب. طيب. مفهوم ويفهم. تمام، فاذا الانسان انحرم من هاي الفقره بسببه هو، ربما انا السبب في سوء التفاهم. فاذا الانسان عاش خلينا نقول عده تجارب من سوء التفاهم مع الاخرين، ممكن مره مرتين ثلاثه بعدين يشك بنفسه. نعم، من يشك بنفسه عنده الان خيارين، يا اما يقول لك اني ما لي علاقه بالناس فيهمل الناس ينعزل عنهم. نعم. وينظر بنظرة دونية للناس، الناس أقل مني وما تفاهم وياهم، وهذا حيدخل أيضا بعزلة. طيب. أو العكس، أنه أنا مظلوم وأني كذا، فيبدأ يأذي نفسه، يبدأ يجرح نفسه ويبدأ يضرب نفسه ويبدأ يهين نفسه ويقلل من تقدير الذاتي. نعم. فكلتا الحالتين عندما يكون إنسان عايش كثير من حالات سوء التفاهم انعكاسه خطير، يعني سؤالكم يعني خطير جدا. نعم. انعكاسه على الشخص اللي يعيش حالات سوء التفاهم انه يبدا يزعزع، يبدا يضعف، يبدا يشك بنفسه. على المجتمع اكيد النتيجه النهائيه انه المجتمع راح يتفكك، المجتمع راح ثقافه الحوار ما راح تكون موجوده، بالسلم الاجتماعي يكون مش موجود. نعم، تبعات خطيره. طيب دكتور، خلينا نتطرق شويه عن مفهوم العلاقات السامه، متى نعرف انه نحن في علاقه سامه ويجب انهائها؟ كلام خطير. هسه العلاقه السامه نوعين، يعني اكو طرفين. تمام، ممكن تكون السمية جاية من هذا الطرف أو من هذا الطرف. نعم. الطرف اللي يبث السم. نعم. تمام، اللي هو شخص يا أما يتكلم بكلام محبط، يا أما يتكلم بكلام جارح، بكلام مهين، وهيك بعضنا ومرات ما يتكلم، مثل ما قلنا مرات يصمت وينظر ويعطي إيماءات ولكن سامة، أو فقط يستنقص من أو بالضبط بالضبط، فيستنقص بالكلام، يستنقص بحركات، بإيماءات، بتصرفات معينة. نعم. فهذا الطرف اللي يبث السم. وأحيانا العلاقات السامة طرف ثاني اللي هو موضوع التعلق. نعم. إنه أنا أجي أتعلق بشخص أو أتعلق بـ 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 نعم بشخص معين. نعم. وأحط كل طاقتي وكل تفكيري وكل مشاعري في خدمة هذا الشخص. نعم. وهذا الشخص هو يعني صورني وأنا ما أدري. نعم. مش عارف الموضوع هذا. أو يستغل هذا التعلق فتصبح العلاقه ايضا سامه. فشو اذا العلاقه السامه؟ مرات يقول لك انا يعني فقط الناس اللي يبثون افكار محبطه ونقد. نعم. لا لا، مرات انا قد اكون سبب العلاقه السامه. انه اتعلق تعلق مرضي بالشخص اللي امامي، هو يا اما ما يدري او ده يستغلني، يستغل هذا او التعلق. دائما تكون مضحي، الطرف المضحي بالعلاقه. بالضبط، هاي النقطه هنا الخطوره، يعني ايضا تعتبر علاقه سامه. نعم. شلون ننقذ نفسنا منها؟ يتطلب اراده، يتطلب وعي،
يطلب مرات استشارة يجون يعني يعني البارحة كان عندنا استشارة بالاتجاه هذا. نعم. يعني وهذا اللي يصير كثير مع البنات الصغار المراهقات اللي هي تفتقر أو تحس نفسها تفتقر إلى علاقة أسرية طيبة. نعم. تمام. فمن يصير هذا الشيء تحس نفسها ما محبوبة ما مفهومة عندها إشكالية معينة فتضطر أن تتعلق بأستاذة بمعلمة تتعلق ربما بشخص أكبر منها في العمر بشكل كبير ربما تتعلق بصديق من صديقاتها بصديقة من صديقاتها أو صديق يعني هنا تصير يعني تصير عرضة للتعلق. نعم. حتى تعوض هذا النقص اللي موجود وبالتالي تعال لازم إحنا نسحبها نعزز ثقتها بنفسها وندعمها أن توصل للحياة مرة ثانية. طيب خلينا بعيدا عن الموضوع خلينا نتعرف على عيادة السعادة. هل واجهك موقف ظريف أو سوء تفاهم ظريف ما هو كان؟ تمام. هو الظريف دائما في عيادة السعادة اللي واجهنا أنه ناس تجي عبالها المشكلة حيل كبيرة. نعم. إحنا بينهم ترى المشكلة تنحل بكلمة. نعم. تنحل بابتسامة تنحل بتفكير بسيط. هذا أهم شيء نسوي يعني هذا أهم شيء أنه يجونهم عبالهم أنه يراد فد حل جراحي ماكو عملية جراحية نقول لا أنت غير فلان شغلة. فيعني من المواقف اللطيفة اللي تصير عندنا مثلا مرات إنه يجي مثلا أو يجي شخص أو السيد أو السيد يعني يجون عندنا فعنده في مشكلة معينة يعتقد إنه هو الطرف الصحيح 100% والطرف الآخر هو الغلط 100%. نسولف نسولف نشوف إنه هو بالأخير هو المتحدث قد يكون عنده جزء كبير في 60% من الخطأ. فمن نواجه بالموضوع يقول هساني جيتك حتى تعاوني طلعت أنت يا والتكعون طلعت فرعون. فهذا أكثر موقف يتكرر عندنا إنه الناس دائما تعتقد إنه هي مش غلطانة يعني والطرف له. فإحنا بهدوء فهم يا بتر إحنا مو قصدنا يعني مو نقلب عليكم. نعم. 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 ممكن اكو فرق. تمام. يعني سوء التفاهم مثلا بين طرفين. نعم. تمام انه انا والطرف المقابل يعني مثل خلينا نقول سوء التفاهم دوامه. طيب سوء التفاهم دوامه انه اني ما فهمت موضوع من شخص معين هو ما فهمني فاصبحت تصرفاتنا ما تعبر عن اللي ببالنا يعني. نعم. هنا تصير المفاجاه الخطوره المفاجاه بسوء التفاهم. نعم. انه اني اتوقع انه اني قدامي فاهمني واني وصلت الفكره واني حباب واني. نعم. حلو واني كذا وبالاخير الطرف المقابل مو فاهم هذا الشيء. من يشوفني هيك راح يتصرف معي تصرف عنيف باعتبار انه اني منطيت الصوره الصحيحه. من يتصرف معي كذا بالطريقه هذه انا راح اشوف انه هو اهاني فبالتالي راح يكون رد الفعل مالتي اقوى. هو راح يشوف رد الفعل اقوى راح يقوي رد فندخل في دوامه. نعم. فالتفاهم يدخلنا بدوامه. نعم. سوء الفهم يدخلنا بانغلاق يسد الباب علينا واحنا مو فاهمين شيء ما رد نتفاعل ندخل داخل الصندوق. جاي. طيب. ندور حول نفسنا. طيب دكتور خلينا نسلط الضوء اكثر عن المشاعر وسوء التفاهم، العلاقه بين المشاعر وسوء التفاهم، هل هناك مشاعر ماتت بسبب سوء التفاهم؟ وهل ممكن تعود؟ اكيد اكيد. المشاعر شوف المشاعر متولده من يعني تحول الفكرة إلى طاقة. نعم. تمام. يعني فكرة يوم أي فكرة يوم هسا إذا أشوف قدامي صورة ورود وصورتكم الحلوة من دا أخذ هذه الصورة. نعم. العقل عنده فد قابلية كلش حلوة مو قلنا رسام جسام. تمام. فهو يرسم الصورة. بعد ما يرسم الصورة مباشرة يبدأ تأثر هذه الصورة بالفيزيولوجيا بالضربات القلب والتنفس والهرمونات وتبدأ تنفرز داخل الإنسان فتحول الصورة إلى مشاعر. نعم. تمام. مثل ما تفضلتي احيانا الصوره قد تكون يعني بسبب الاشكال او بسبب عدم التفاهم تكون صوره سلبيه. طيب. فالاشارات هاي اللي حتصير بداخل الجسم الهرمونات تنفرز يعني بدل ما ينفرز هرمون السعاده ينفرز هرمون التوتر. نعم. بدل ما ينفرز هرمون الاسترخاء ينفرز هرمون العركه. تمام. فبالتالي المشاعر حتولد مشاعر سلبيه. نعم. طيب السيطره عليها هل ممكن تتغير ولا لا؟ نعم ممكن تتغير. نعم. يعني اكو كثير اجراءات اليوم يعني حتى مرات نعلمها للناس يعني انه مثلا من أشياء اللي بسيطة السريعة ممكن يفهمها المشاهد الكريم إنه موضوع التنفس مثلاً. نعم. أنا لما أتعرض إلى ضغط شعوري. نعم. أول شيء لازم أسوي إنه أسوي تنفس عميق. طيب. تنفس العميق راح يزيد الأكسجين بدماغي راح يخلي يصير عندي ريلاكسيشن استرخاء راح عقلي يشوف الأمور بشكل صحيح راح أقدر أختار خيارات بالتفكير صحيحة شوي شوي أقدر أرجع إلى سياق الطبيعي. طيب. شيء آخر نسميه غض البصر إنه أنا إذا قدامي فد شيء يستفزني يعني. نعم. أنا مثلاً واحد في الحياة الزوجية إنه أنا مثلاً ما أريد ابني يخلي ريموت الكنترول هنا وهذا. نعم. ريموت كنترول تدري يسوي مشاكل كان قبل هواي هسه يمكن الواي فاي والباسورد. فمن ما محطوط ريموت كنترول أنا خلاص أركز إنه هو هذا عبارة عن إهانة لي وأني الأب وما دا يسمعون كلامي وكذا فأفجر الموضوع. صح. أشغل الهرمونات مال العركة كلها كلهم تشتغل. هل ممكن السيطرة على المشاعر؟ نعم
انه انا على الاقل ما اركز على هذا الشيء اللي يستفزني، انا اعرف هذا الشيء يستفزني اغض النظر عنه، لانه ايضا مثل ما نقول الصمت فن، ايضا التغاضي فن. دكتور هنا عندنا التغاضي عدة مرات راح يأثر على النفسية وعلى الصحة إذا استخدمناه كفن. تمام. الكبد المستمر. طبعا أكيد أكيد، مثل ما قلنا الصمت إذا كان مو صحيح يتحول إلى خرس، أيضا التغاضي بشكل مو صحيح يتحول إلى عمى. طيب. أنا المدى أشوف تمام، فلازم يمارسه بشكل فني. صحيح. يعني. بالنسبة للعلاقات ما بعد سوء التفاهم، يعني أنت حضرتك قلت ممكن أي زوجين يجون يتفاهمون أو أصدقاء وعلاقات أسرية يجون يتفاهمون بالعيادة. طيب وتفاهموا وتراضوا والحمد لله والشكر. طيب ما بعد، ما هم أكيد راح يظل هذا سوء التفاهم أو أكو شحنات أو توتر أو تس بين الأفكار. ما بعد سوء التفاهم شو راح تكون الحالة؟ إحنا الخدمة اللي نقدمها بعيادة السعادة اسمها المرافقة كوتشينج. الكوتشينج يعني إيش؟ يعني نبقى مع الشخص، يعني إحنا الناس اللي يشرفونا ويزورونا في عيادة السعادة مو فقط أنطيهم استشارة إنه سووا كذا ولا تسوون كذا، وإنما أبقى معهم فترة إنه أنا حنطيكم الآن واجبات تسووها ونحطيكم نقاط تسووها ونحن نلتقي بعد أسبوع شوفوني سويتوا شنو الصعوبات اللي واجهتوها. فالعملية الحقيقة هي مرافقة، شلون الطبيب من يدز المريض إلى علاج وكذا، يعني لابد أن يرجع يشوفه مرة ثانية حتى يتأكد العلاج نفع ما نفع كذا. فنفس الخدمات اللي نقدمها فيها مرافقة لفترة مرات 6 شهور مرات سنة كاملة نبقى مع الشخص. أو ممكن تختار حلول أو أساسيات لهذا الموضوع؟ أكيد لازم إحنا نأسس، يعني إحنا ما نجي نرقع ترقيع، مو صحيح الترقيع بينفجر بأي لحظة. تمام. لا إحنا دائما نركز بشغلنا إنه أعيد هيكلة العلاقة من جديد، الشغلات المفقودة في شخصية اللي يزورونا نسمي المستفيدين نرممها من جديد ونعطيهم دعم بحيث إنه يحس إنه قادر أن يتواصل بالعلاقة، مسؤول، يشعر بالمسؤولية. هذا تخلي الأثر يكون طويل الأمد. طيب دكتور الموضوع جدا متشعب وشيق، لكن أريد من عندك نصيحة أخيرة، صورة والصوت إليك المشاهدين حول هذا الموضوع. تمام. يعني أهم توصية نوصي بها أحبتنا الكرام هي شغلتين. إنه أنت هل عندك النية أن تصلح علاقتك مع المقابل ولا لا؟ إصلاح النية رقم واحد، إنما الأعمال بالنيات. تمام. إذن إصلاح النية. اثنين الحوار. أكو عبارة جدا مهمة تقول استمع كي يستمع إليك، وافهم كي تفهم. فبالتالي أني مرات بعض الناس يعتقدوا الحوار أنه أنا أتحدث، لا، الحوار أنه أنا أنصت من أسمع الطرف المقابل وأفهم هو شنو الفكرة اللي عنده لأصيغ الرسالة المناسبة لكلامه. أما إذا كان الحوار حوار طرشان اثنين يتحدثون ما حد يسمع، طيب مين يسمع يعني؟ فهنا ندعو هذا النية تكون لأجل السلام والإصلاح، والحوار يكون حوار مفتوح مبني على أساس الإنصات، أسمع من قلبي وأخلي المقابل أيضا يسمع من قلبه حتى القلوب تتلاقى. بالفعل. شكرا لك دكتور، نورت اليوم. شكرا لك. إذا مشاهدينا مكملين وإياكم محور حلقتنا لهذا اليوم، حنكون وإياكم حول آراء الناس والشباب، هل تفضل الزواج من فتاة محجبة أم غير محجبة؟ إلى هناك وأكيد أن نرجع.